فريق الكتابة والبحث والمونتاج والتصميم. الآن أنا متجه إلى بلد ثاني حتى نشوف يوم التصوير الأخير. أعطيكم معلومة عن استوديو جمهورية البشير. طبعاً مساحة هذا المكان أكثر من 500 متر، ومعلومة لأول مرة تعرفوها، نفس هذا الاستوديو بنفس المساحة وبنفس هذه الإمكانيات، طبق الأصل في بلد ثاني. راح تسوي رجيم، راح العب رياضه، وهذا الموضوع ما شاء الله راح مثل وعود الكهرباء مالي. ملابسك تجيبهن وياك لو خلينا هنا، لو شنو نوعيه الملابس؟ الملابس مسؤوليه حمزه الدرجه الاساسيه، والكرييتيف دايركتور هو اللي يعني في ناس مختصه مو انت. لا لا يلا كاميراتنا عندنا 4 كاميرات تصور. في عندنا واحدة على الكرين إذا تشوفها، وعندنا الكاميرات الستاند عند أحمد، هن 3 كلهن كاميرات سينما. الموسم الجاي إن شاء الله راح نطول معداتنا أكثر ونشوف شو ممكن تطلع بشيء جديد. وكل هذه المعدات هي نفسها بالاستوديو اللي بالبلد الثاني. هي واحد من التحديات هاي إنه نحاول نوحد المعدات، لكن الحمد لله سمها وقدرنا. يعني إحنا كمتلقين ما نقدر نميز بين الاستوديو الثاني. هسا هاي فعلياً هذا اللي بنحاول نعمله. يعني ما بعرف، مرات هي أصعب إشي ممكن تتخيله الماتشنج إحنا بنسميه بين الكاميرات. عشان هيك حتى من توحد نوع الكاميرات مش لا مرة دائماً بعطيك نفس الصورة، فهي هاي حركة كلش صعبة بالنسبة لنا كانت. بالتوفيق. الله يوفقك. لا هيك نايته. 3 2 1 يو. ساعتين تسجيل مستمر تقريبا نهاية الحلقة.